يعني انت كمان الاستاذ المفروض تقدم له شيء ليعطي شيء. يا سيدي ما بدي احكي على مستوى الرواتب والميزانيات وهدول القصص، يغيروا المنهاج. المنهاج هذا القديم اللي هن عم يشتغلوا عليه يغيروه، لانه صار في مدارس تمثيل كتير عالم، وصار في منظرين جدد، وصار في كتير اشياء اتطورت بالحياة يعني. طب غيروا هذا المنهاج. اذا عرض عليكي شي مرة درسي بالمعهد؟ انا كان عندي رغبة بالبداية من زمان يعني، اول ما تخرجت، وعرض علي من كم سنة يعني، كنت لسه انا بلبنان، اتصلوا فيني وقالوا لي انه هيك، بس انا هلا ما بحس حالي مستعدة يعني. انا بالنسبة لي هذا الموضوع بدي اعمل شيء قبله، لحتى انا امسك طالب واعطي حالي هي المسؤولية بانه انا امسك طالب واقعد اعلمه فن التمثيل ونظر عليه يعني. انا هلا فيني اعطيه من خبرتي، بس انا ما خبرتي لحالها ما بتكفي. انا هيك بشوف يعني، بشوف انه لا، لازم في شيء اعمله قبل ما استلم انا دفعة، اذا بدي استلم دفعة فعلا. لانه كمان مو اي ممثل موهوب بالضرورة يكون معلم منيح او مشرف على دفعة بشكل جيد.